يبرين بالفتح ثم السكون وكسر الراء، اسم قال عنه علماء اللغة والبلدانيون وأكثروا في معناه. قال ياقوت هو اسم قرية كثيرة النخل والعيون العذبة بحذاء الأحساء من بني سعد بالبحرين. قول الهمداني وهي ذات نخل كثير من الصفري والبرني وذات زرع قليل. وعن يمين البحرين ودونها يبرين والخن موضع فيه نخل كثير لبني ودعة، ويبرين نخل وحصون وعيون جارية وغير جارية وسباخ. وفي نخل يبرين قال الشاعر المخبل القريعي السعدي واسمه ربيعة: وسارت إلى يبرين خمسا فأصبحت يخر على أيدي السقات جدالها. قال أبو الوفاء الأعرابي: جدالها أولادها، وإنما هو للبلح فاستعاره. عند مدخل يبرين يمر الطريق بين جبلين هما الجامور الشرقي والجامور الغربي، وهو نفس الطريق الذي كانت تعبره قوافل التجارة القديمة من يبرين إلى الأحساء والعكس. وعلى الجامور الشرقي يوجد عدد كبير من المدافن التلالية والتي تعود إلى 2000 سنة قبل الميلاد، وهي من الآثار المادية لحضارة دلمون والتي مركزها البحرين، وتنتشر من فيلك بالكويت شمالا إلى يبرين جنوبا. تعد المدافن من أهم المصادر التي وفرت مادة أثرية متنوعة أتاحت للباحثين الوقوف على العديد من مناحي حياة الإنسان القديم وكشف طبيعة الكثير من الحضارات القديمة. فالمدافن حفظت الكثير من المقتنيات واللقى الأثرية أكثر من المستوطنات، لذلك كان علم الآثار في بداياته مرتكزا على العمل في المدافن لدرجة كبيرة، ويشار إليها كأحد السمات المهمة في تمييز الثقافات والحضارات. فيبرين مر عليها حضارات مختلفة، لذلك هناك أنواع مختلفة من المدافن من حيث الحجم والبناء والتصميم منتشرة حول يبرين وفي واحة يبرين. بحكم التشابه بين هذه المدافن التي نراها الآن، المدافن التلية، ومدافن البحرين، إذ أن هذه المدافن التلية هي سمة لحضارة واحدة هي حضارة دلمون. سنأخذ أمثلة من مدافن البحرين، حيث أجرت المعثة الدنماركية أعمال تنقيب واسعة في هذا النوع من المدافن. هذا مثال على مدفن منقب جزئياً، حيث غرفة الدفن في وسط المدفن ويحيط بها دائرة حجرية، وغرفة الدفن التي تتوسط المدفن تكون على شكل حرف I ميت واحد بدون تجويف، أو تكون على شكل حرف L ميت واحد ويكون تجويف واحد، أو على شكل حرف T حيث غرفة دفن لميت واحد وتحتوي على تجويفين على اليمين وعلى اليسار، أو تكون على شكل حرف الـ H ميت واحد وأربعة تجويف بالأركان. وقد تكون غرفة الدفن من دورين كما في الصورة يسار الشاشة، والصورة الأخرى يمين الشاشة نلاحظ وجود جرة من الفخار داخل المدفن، وهذا ما يسمى بالأثاث الجنائزي. فالمحتويات التي تم العثور عليها في تلال المدافن غالبا ما تكون ناقصة، نظرا إلى أن معظم المدافن قد نهبت في العصور القديمة. قام لصوص القبور بسرقة الأشياء القيمة كالمواد البرونزية والمجوهرات والفخار ذو الجودة العالية، بينما تركوا المواد الأصغر حجما والمرئية بشكل ضئيل، بالإضافة إلى الفخار الأقل قيمة. الأثاث الجنائزي يعني ذو أهمية قصوى للباحثين،
فبصرف النظر عن القيمة المادية للقطع الأثرية إلا أنها تحدد الحقبة الزمنية التي يمكن أن تكون قد حدثت فيها الجنازة، وتشير المقتنيات من الأوعية والمجوهرات والأختام وغيرها من المواد إلى ما كان ذو قيمة لدى الدلمونيين، بالإضافة إلى إعطائها تلميحات عن الشعائر المتبعة عند دفن الموتى. إضافة إلى ذلك، يعكس الأثاث الجنائزي العلاقات التجارية الواسعة في جميع أنحاء منطقة الخليج وخارجها. توفر كل قطع الأثرية معلومات عن مدى التأثير الأجنبي في البحرين والعكس خلال فترة دلمون. من المتعلقات ضمن الأثاث الجنائزي الفخار، العنصر الأكثر شيوعا في المدافن، وتم العثور عليه في جميع التلال المنقبة مع وجود يعني استثناءات قليلة. وبشكل عام فإن يعني وجود الفخار يشير إلى وجود طقوس لوضع القرابين، والتي عادة ما تهدف إلى الحفاظ على روح الميت. يعني هذا يعكس الاعتقاد ومعتقدات الدينية لدى الدلمونيين، وهم يرون أن هناك حياة أخرى، فالجسد يموت والروح تبقى حية. أيضا من ضمن الأثاث الجنائزي المواد النحاسية والبرونزية من السيوف، الخناجر، المجوهرات والعديد من الدبابيس البرونزية والفساتين المرصعة بالحلي. كذلك العاج، يعتبر العاج سلعة فاخرة، ووجودها بين الهدايا الجنائزية يدل على الثروة المادية للمتوفى. الخرز، الخرز هو الزينة الشائعة ووجد بانتظام في القبور. يختلف الخرز في الشكل والحجم ومواد الصنع. عادة ما يصنع الخرز من الحجارة مثل العقيق الأحمر والعقيق وحجر الراين، وهناك أدلة على استخدام هذه الحجارة في صنع القلائد والأساور. نلاحظ في هذه الصورة جزء من مكونات المدفن وهي البقايا البشرية. بناء على ملاحظات عدد عادات الدفن، لا يوجد تمييز بين الرجال والنساء والأطفال في عادات الدفن، ويبدو أنه قد تم التعامل مع الجميع على قدم المساواة، حيث يوضع المتوفي بشكل شبه مثني مع وضع اليدين خلف الرأس على الجانب الأيمن وأحيانا على الجانب الأيسر مقابل يعني الشمال أو الجنوب على التوالي. تفيد البقايا البشرية في تحديد الحالة الصحية، فلوحظ مثلا انتشار مرض التهاب المفاصل، وهو ناشئ من استخدام مياه الشرب الارتوازية في البحرين والتي كانت غنية بالفلورايد. أيضا لوحظ علامات تآكل على بقايا الأسنان، وهذا ناتج من اتباع نظام غذائي يحتوي على نسبة عالية من السكر مثل التمر. مدافن صمان يبرين تأتي بأشكال متعددة، منها ما يكون غرفة الدفن وسط المدفن ويحيط بها دائرة من حجارة منصوبة، ومنها المذيلات رأسها على شكل ركام، ومنها المذيلات المستطيلة الضخمة، ومنها المدافن بدون دائرة حجرية محيطة، وأخرى دوائر حجرية بدون مدفن. أشكال متعددة. Thank you.
بعد ملاحظة الأعداد الهائلة من المدافن التي تحيط بواحة يبرين وكذلك المدافن داخل واحة يبرين، يبرز السؤال المهم: أين مستوطنات أصحاب هذه المدافن في يبرين؟ نحتاج للإجابة على هذا السؤال البحث والتنقيب في تربة يبرين والنزول عدة أمتار أسفل تربة يبرين كما فعلت البعثة الدنماركية في تربة البحرين. تميم من القبائل العربية الكبيرة المعروفة، وقد نعتهم ابن حزم بقوله: وهم قاعدة من أكبر قواعد العرب. وقبيلة بنو تميم منتشرة في مناطق واسعة، لكن نريد أن نعرف دخولهم إلى يبرين تحديدا. كانت البحرين تخضع لحكم الساسانيين عند ظهور الإسلام، وحاكمها الفعلي رجل من العرب على دين النصرانية، وهو من بني دار من تميم، وهو المنذر بن ساوي، والذي أسلم في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وهلك بعد وفاة الرسول بشهر. ورد في المفصل عن أهل الأخبار أن سابور سار في البلاد حتى أتى البحرين، وفيها يومئذ بنو تميم، فأمعن في قتلهم، ففر منهم من قدر على الفرار، فأراد اللحاق بهم، ولكن عمرو بن تميم بن مر وهو سيد تميم يومئذ تحدث إليه حديثا لطيفا أقنعه بالكف عمن بقي، فتركهم وشأنهم. قتل سابور من بلاد البحرين خلقا كثيرا، وأفشى القتل في هجر. هجر كانت عاصمة البحرين، وكان بها ناس من أعراب تميم وبكر بن وائل وعبد القيس، ثم عطف على بلاد عبد القيس فأباد أهلها إلا من هرب منهم فلحق بالرمال. يقول البكري: نفذت بنو سعد بن زيد مناه إلى رمال يبرين. يقول الفرزق: ولو أن سعدا أقبلت من بلادها لجاءت بيبرين الليالي تزحف. ويقول جرير: ديار بني سعد ولا سعد بعدهم عفت غير أن قائم بيبرين تعزف. كان ينزل يبرين من بني سعد بن زيد مناه، كان ينزلها بنو عوف ابن سعد. ذكر ذلك الأصفهاني في كتابه بلاد العرب تحقيق حمد الجاسر، يقول: وأما سعد بن زيد مناه فأقصاها يبرين، وهو بحذاء عمان، ينزله منهم بنو عوف ابن سعد وناس من بني عوف ابن كعب وأخلاط سعد، ثم هم متصلون إلى الأحساء. هناك من يرى أن هذه المباني من آثار بنو تميم عندما كانوا يستوطنون يبرين، لكن لا يوجد دليل على ذلك. مر فيلبي بهذه المباني عام 1932، وكذلك بعثة الآثار السعودية قبل 30 سنة من الآن، وقدروا أنها تعود لفترة إسلامية مبكرة. هذه ملتقطات من الموقع بواسطة بعثة الآثار السعودية قبل 30 سنة، وتتمثل في كسر فخارية وأساور، وتعود كلها للفترة الإسلامية. أمامنا الآن أهم موقع إسلامي في يبرين، ويعود للفترة العباسية، وهو موقع الرمادية أو أم الرماد، واكتسب اسمه من كمية الرماد المنتشرة في الموقع. مر فيلبي بالموقع عام 1932 وسجل الآتي: وجدت فيها كل مخلفات الماضي، أساور مكسورة وخرز مبعثرة وشظايا فخارية وجرة طين كبيرة تفتتت عندما حاولنا إخراجها من بين الرمال والرماد. ويبدو أن الرائد تشيزمان لم يقم بزيارة هذه الأطلال. الرائد تشيزمان زار أو مر بالمنطقة عام 1924، ولكن المواد التي جمعتها منها انتزعت من العالمة تومسون، وهي مرجع مشهور في هذه الأمور، اقتراحا حذرا بأن تاريخها قد يعود إلى القرن الثاني عشر أو قبله.
يعني القرن السادس هجري أو قبل السادس هجري. وقد يشير هذا التاريخ إلى وجود علاقة أو صلة مع احتلال القرامطة للأحساء وساحل الخليج العربي. كذلك مر بالموقع بعثة الآثار السعودية قبل 30 عام ورأت أنه يعود للفترة العباسية استنادا إلى قطع فخارية مزججة التقطت من الموقع. عند وقوف فيلبي على موقع الرمادية حاول ربطه مع احتلال القرامطة ليبرين، وهذا له أصل، حيث هاجم القرامطة بقيادة أبي سعيد الجنابي منطقة يبرين. يقول المسعودي في كتابه التنبيه والإشراف: فأباد أهلها وكانت من أطيب بلاد الله وأكثرها أهلا وعمائر ونخلا وشجرا فلا أنيس بها إلى هذا الوقت. بسبب هجوم القرامطة كان خروج بني تميم من يبرين، ولكن بقي بعض العبادل في يبرين، والعبادل هو جمع عبدلي نسبة لعبد الله بن دارم ابن مالك بن حنظلة ابن مالك بن زيد مناه بن تميم. وهذه النسبة عبدلي قديمة تعود إلى القرن الثالث هجري، إلا أن النسبة إلى دارم كانت أشهر في ذلك الوقت، ثم أخذت بالتلاشي حتى غلبت عليها النسبة إلى عبدل. فبقي بعض العبادل في يبرين، ويؤيد ذلك ما ورد في إحدى قصائد الشاعر الإحسائي المشهور ابن مقرب العيوني عندما ذكر بعض القبائل التي كانت تعادي العيونيين وتناصبهم العداء، حيث ذكر عبدل من بين تلك القبائل. والعيوني ممن عاش في أواخر القرن السادس الهجري وأوائل القرن السابع. أما في الوقت الحاضر فلا يوجد في يبرين من ينتسب إلى العبادل، فقد انتقل من بقي في يبرين إلى مناطق أخرى، مثل فخذ الوهبة من بطن حنظلة ابن مالك ابن زيد بن مناه انتقلوا إلى قطر، وهم آل ثاني حكام قطر حاليا.